نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، تغطيتنا لهذا اليوم حول أجواء الليلية هنا في مدينة الموصل، شارع الدواسة، شارع الحلب، باب جديد، باب الطوب، وسوق باب سراي. هذه المناطق الجميلة وهذه الأسواق الشعبية عادت الحياة وعادت الروح إلى أيمن الموصل، فكونوا معنا في تغطيتنا لهذا اليوم. نحن الآن في شارع الدواسة، في مدخل شارع الدواسة من الشوارع القديمة هنا في الموصل في جانبها الأيمن. نعم، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، صف لنا هذه الأجواء الجميلة، أجواء شهر رمضان، الأجواء الليلية هنا في شارع الدواسة. والله الحمد لله والشكر، الأجواء زينة وطيبة والحمد لله والشكر، أمن وأمان والحمد لله، الأوضاع طيبة. شنو اللي دفعك تجي لشارع الدواسة بالتحديد؟ والله صارت الأجواء أحسن والأمن، والحمد لله الساعة يظل شارع الدواسة إلى الساعة 3 بالليل أو أزيد، وتعرف أنت أيام عيد والناس مقبلة على عيد ونهاية رمضان، ونتذكر أيام زمان. والحمد لله والشكر الساعة الأيمن صار وضعه أحسن، نشكر القوات الأمنية والله يوفق الجميع. يعني عادة الحياة إلى أسواق الموصل، إلى مناطقها الشعبية والجميلة هنا المعروفة لدى القاصي والداني في العراق. نعم نعم، عادة الحياة وأحسن من قبل بكثير عادة، الحمد لله والشكر. يعني حاليا هذه الأجواء وخروج العوائل وخروج الشباب والكبار بالعمر، ربما لم تشهدوا الموصل منذ قرابة أكثر من 18 سنة. نعم نعم، الأوضاع كانت قبل تختلف، والناس ما، لأن الوضع الأمني ما كان مستتب، ما مستقر، فما كانت الناس مقبلة هلقد. فهاي السنة سنتين الحمد لله والشكر، يعني الناس رجعت مثل قبل، ورجعت أيام على أيام قبل. نعم، يعني دائما ما يتميز أهل الموصل بأكلاته التراثية والشعبية، يعني انت من تيجي تطلع يعني دائما اذا ما مثلا تاكل كباب او مثلا هاي الاكلات ما ترجع ربما. نعم، هنا عندك الكباب، عندك الدجاج، وعندك هنا هم لفات هنا براس الدواسة، القوزي عندك جوا، فهي اكلات الموصل الخارجية. اما البيوت وغيرها الكبة والدول ما تختلف. نعم، وشربة الزبيب. نعم، شربة الزبيب وتمر الهند والسوس، فإن شاء الله الأجواء رجعت مثل قبل بإذن الله والحمد لله والشكر. نعم طبعا، أيضا سوف نأخذكم أيضا إلى أبرز العادات والتقاليد الموجودة لدى أبناء الموصل في شهر رمضان المبارك. نعم، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوي حكينا عن العادات والتقاليد بشهر رمضان، يعني بالموصل شلون كان قبل وحاليا. نعم، انا احني ليش نزلت، صار لي تقريبا 18-17 سنة اني ما نازل على الدواسة. نعم. نزلت حاليا لقيت الطعم مال ايام قبل. يعني شلون الروح ردت نقول لاهلها يا شكل، شفت الاجواء مال قبل، طيبة قبل، امان قبل، فصار لي تشجع ان انزل. هذا ثاني عيد اني انزل، وهذا العيد يشهد اقوى من ذاك العيد. يعني ذاك العيد للوحدة وحدة ونص تعزل المحلات، فكانت تبقى المحلات قبل للصبح، هسه حاليا للسحور، وإن شاء الله سنة الأخ نبقى للصبح. الحمامات كانت تفتح للصبح، المحلات تفتح للصبح، نروح على شارع حلب نتريق كاهي جيمر، يعني هاي الأكلات اللي نعتبرها شعبية وإنها من ضمن شارع حلب. أما هسه بالسحور نروح على باشة الأندلس، يعني بالسحورة منفتح، فالشي يعني له طعم له نكهة. قبل سنتين بالضبط ما لها الحياة أي طعم، يعني نتمنى قسم منا يقول علش عايش، ما يشوف أمان. أسا الحمد لله نمشي بطولنا، نفرح نتشاقى نحشي نمشي، الشباب ما لنا ما شافوا يعني فرد يوم
إيش أيام كانوا محصورين، يقول ابني يقول بابا كل الأيام هالشكل، قلت لا إن شاء الله نحو المي يخبط يخبط ولا بد يجي يوم يصفى، وإن شاء الله عيصفى. 2021 ما كان هكذا الزحام، هسا الحمد لله يعني عبالك أيام زمان بالضبط وأكثر، أكثر من أيام زمان، ننزل على السينمات، نطلع نروح على المطاعم، نتونس على الغابات على الشلالات على مدينة الألعاب. فهسا الحمد لله رجع الوضع، يعني تونسنا حيل حيل. يقول نعمتان خفيتان هما الصحة والأمان، الحمد لله إن شاء الله الصحة موجودة والأمان أيضا راح يوجد بإذن واحد أحد، وش رايدين أزيد من هذا الشيء بعد؟ إن شاء الله أحسن على الأفضل إن شاء الله. عادات يعني عادات الموصلين يعني مشهورة ومميزة عن باقي المحافظات، بشنو تتميز الموصل؟ أنا أول شيء إحنا أيام العيد ليلة العيد نروح على الحمام نسبح نزين، بعدين عندنا ملابس نلبسها قبل ليلة يعني قبل العيد نسميها ملابس ليلة العيد، بعدين نصبح العيد نروح على الجامعة نصلي، من بعدها نطلع نزور فلان أكبر من عندنا يقدموا لنا الكليتشة، مشهورين بالكليتشة، يعني ماكو بيت نادر لابد أنه بيوت ما تسوي كليتشة، كليتشة ثابتة لأنه هاي أيام عادات قبل، هاي من ضمنها نطلع شقليت الجال يجون، اما فلوس نعطيهم اما نعطيهم شقليت او كليتشه يعايدونا ايامكم سعيده ونطلع احنا نعطيهم يفرحون بهاي العيديه، يعني نفرح الاطفال اي ازيد شيء الفرحه للاطفال، ولو عيد الفطر يعني للصيام ايضا، بس عيد الصيام اكثر من الاطفال، وان شاء الله والاطفال فرحانين بعد برمضان هذا ابو الخيرات، سبحان الله من الله رمضان يصير ابو الخيرات، يعني يجيب الخير ما تعرف امين، سبحان الله. فين الطفل يفرح برمضان، يفرح بليله العيد، يفرح بالعيد وبعد العيد ايضا كم يوم ام يفرح، فتصير فرحه كبيره يعني برمضان اقوى من عيد الكبير. الاكلات الحاليا الحاليا احنا قاعدين بشارع الدواسه، بشنو دائما يعني انت حاليا جيت لابد أن يكون عندك مثلاً أكلة مميزة وما تتميز به الموصل؟ والله هاي ماكو قوزي، لفات قوزي ننزل عليه يعني خصيصاً، إحنا فطرنا وتعشينا، لكن من بعد إحنا نسميها يعني شون قلت تمتوعة، روح ناكل لفات شوية لي جوا. حالياً هنا شارع الجمهورية والمحافظة القديمة من الأورزدي الجينا فول وفلافل، لكن جوا أكو مطاعم بيا قوزي، يعني قوزي نكهاته ما لاحظتها لا ببغداد ولا بأربيل، هاي عادات قبل وطبخ قبل. مطاعم ابو فارس ابد ما شفتها، رحت على البصره، رحت على القرنه، رحت على أربيل، رحت على بغداد، على دوك، ما شفت هاي الاكلات مال قوزي على التمن، يعني يسوون قوزي على التمن بس يختلف يعني عن كرم الفارس وابو فارس ومطعم النار، ما شفت. فانا اروح على كرم الفارس مرات نتعشى عنده، نحجز على الفطور والزحام. من تقعد بالمطعم تحس نفسك قاعد بالبيت. نعم مطعم يعني وخدمات يعني يخدمك، ما يحسسك انه انت جاي تكلف او جاي بفلوسك، كانما قاعد ببيتك وتاكل ونكهه نكهه بيها نكهه يعني. هسه على اللفات هاي ابسط شيء هذا لفات فلافل الاول من تاكلها تحس بطعم، مع العلم بالبيت عندك يمكن اقوى منها، لكن من تطلع على هالاجواء تشوف اطيب، تصير اطيب الاكلات هاي. يعني تذكر ايام شبابك. الله اي أيوة والله يا ليت الشباب يعود يوما اي أيوة والله ما فعل الشباب الحمد لله الا يذكروني بالله الايام انا كنت عمري 14 15 سنه جاي اكل هنا كاستر ومحلبيه، المحلبيه حليب ما جمس وايش تاكل الكاستر والمحلبيه حليب جمس، هسه حليب طوز يعني ما ذاك الطعم احطوا له طعم، لكن طعم مال الحليب مال جمس ومال قبل يعني تاكل شوف شيف يعني كانما عاد تاكل روح روح، حتى الشايشي هسه شويه مختلفين عن قبل، بس اكو كم شايشي روح عليهم رمزي وغيره وحسن ابو الصنف، هذول روح نشرب خصوصي، وهذا هنا بصفي يعني اجي اشرب خصوصي عنده شاي، على مود الشاي جيتينا وعلى مود قلبي دي انفتح. الله يطول بعمرك. نعم مشاهدينا الكرام كما سمعتم أجواء جميلة وكذلك أيام مميزة وكذلك الأكلات الموصلية الشهيرة المعروفة لها طعم خاص ونكهة مميزة عن سائر المحافظات. تغطيتنا متواصلة حول أجواء الليلية في مدينة الموصل، فكونوا معنا.
معنا أيضا أحد المواطنين سوف يتحدث لنا عن هذه الأجواء الرائعة هنا في شارع الدواسة وكذلك في أيمن الموصل. نعم سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يبارك فيه. نعم، ممكن تصف لنا الأجواء هنا حاليا في جانب الأيمن وفي شارع الدواسة؟ والله أجواء حيل جميلة الحمد لله، يعني صار تراجع يعني حيل عدت تراجع، ومثل ما يقول أبو المثل العافي درجات. والله أنا صار لي فترة يعني ما عيب غادية، بس ذاك الأسبوع يمكن حسبت مرتين عبغته، يعني فالشيء جميل يتراجع. أنا شارع حلب ما شاء الله رجع يذكرنا بالأيام القديمة، ممكن يعني نجي هوني وهذا شارع حلب كنا يعني حيل اللي ينزل لازم يقول لك ورحى شارع حلب. نعم. يعني بينه تجي بينه أشطي من مستلزمات من ملابس من كذا خياطين كذا، يعني الحمد لله أكو تراجع، الحمد لله تحسين الحمد لله وتراجعت. يا سيدي كنا بالدواسة والله واشترينا ملابس للولاد وأخذنا لنا حاجات، يعني شيء حلو يعني، والناس الحمد لله أكو تحسين. يعني الأمان اللي شلون يعني؟ والله فضل لله، لا الحمد لله. يعني أنت عتشوف الناس ما شاء الله عتروح وتجي وأمان، يعني شوف زحمة حتى يعني العالم أمنة ما شاء الله، القوات الأمنية متواجدة موجودين إن شاء الله. يعني ليش دفعك بالليل تخرج؟ شنو السبب؟ والله تعرف شنو هو بالليل يعني تكفت شيء، هاي شعور طيب يعني شعور طيب، وهي الناس دعك، احنا كلنا نجي من شغلنا من نحل من العمل، فننزل وغا ما نفطر استدعك ترجع تجي تشرب لك شيء بارد كذا، يعني شيء حلو الحمد لله. اولا للتبضع وثانيا للترفيه يعني. بلن والجو يعني جو بارد يعني يبرد، ماكو ورا الفطور اجواء يعني طيبه. ليش يقول لك الموصل يعني الموصل يقوم الربيعين، يعني هو هسه فتره الربيع شيء حلو. نعم. ايضا معنا الاخ، صف لنا الاجواء حاليا، انت يعني امام شارع حلب شارع قديم، وامامك ايضا شارع الدواسه من الشوارع القديمه المميزه في الموصل، شنو اللي دفعك تخرج خاصه في هالوقت؟ والله لنا ذكريات بها جميله، يعني احنا اصلا من الداخل من الميدان، واني كان بسطتي ومحلي هنا بالدواسه، سأل احكي لولاد اخوي قاعد اقول لهم هنا كنا يعني بالدواسه وايام خير طيبه، قاعد اقول لهم يعني اول زواج لي يمكن رجعت الساعه شق الفجر، يعني سبحنا وتعشينا وهذه ورجعنا من فضل الله، والحمد لله يعني الاجواء طيبه، هي تدفعك انه ورا الفطور، لان قبل الفطور انت تعبان وبالشغل، فورا الفطور تنزل مرتاح، تاخر ما عندك اشكاليه بالامور هذه، والوضعيه ما شاء الله فول يعني صار هنا، اكو بعد شغلات بعد نتمنى انه هم تزيد بعد عليها هذه. العافيه درجات ان شاء الله يعني، بس هسه كطريقه تعمير كتبليط كشوارع، ويمكن لو تروح بعد الباب الجديد بعد القعده اطيب بالفطور كمشويات، ويعني قعدات شعبيه قديمه تذكرنا باهالينا ان كانوا هم ياخذونا. هسه احنا نفس الشيء هسه قمنا ناخذ ولادنا ولاد اخويا وياي ننزل على نفس المناطق، يعني حتى من فضل الله فنادق رجعت، يعني يمكن اكو هسه حاليا فندقين هنا، فندق بال شو اسمه علما انه انتهت، تعرف بهذيش الاحداث اللي مرت على الموصل، لا فندق لا هاي الامور، يعني اذا يجينا زائر يجينا خاطر يجينا، ولو احنا بيوتنا مفتوحه للي يجي يعني الحمد لله، اي نعرفه ما نعرفه يعني بيوت الموصل كلها مفتوحه له، بس اكو ناس يعني تجي عندهم شغلات خاصه ما عندها احد فيجي يدور هاي الامور، فمفضل الله حيل زين ان شاء الله. يعني نزلت للسوق ما بعد الفطور وجبت الاطفال وياك للتسوق حاليا استعدادا للعيد يعني. نعم اي والله الحمد لله، ارد اسوق لهم يعني الشغلات اللي تعرف للعيد، والعيد فرحتنا بالجهال مو اي الحمد لله، احنا اذا نشوفهم مو فرحانين احنا من قاعدين يعني فرحانين ومعيدين، فعن اسوق لهم والله ان شاء الله. هسه جينا هنا تعرف الشاي والحامض والامور هذه القعدات الشعبيه، قعدنا ان شاء الله من فدنا الساعه وهم نرجع نكمل ان شاء الله. اولا للترفيه، ثانيا للتبضع، وثانيا استعدادا للعيد، هذا كله يعني نعم ولازم يعني هاي فرحه، وقلت لك انه نامل ان شاء الله الامور بعد تصير احسن واحسن، والخدمات تقدم احسن واحسن من المحافظه وبجهود المحافظه والناس اللي تسعى للخير لادامه المحافظه مالهم. طبعاً الأمان متوفر والشوارع الحمد لله رجعت تقريباً ربما أفضل من السابق، ولكن باقي البنايات يعني إن شاء الله. الأمان رجع إن شاء الله، ويعني يمكن أنا قبل 3 أيام هم كنت هنا ويا ابن خالي، والمحافظ كان يمكن بوحده ويا كم واحد مدنيين عادي يعني، والرجل عيفتر سوق النبغر هذا هو
يثبت انه الامان. اما البنايات اي نعم انا وياك اكو امور يعني هسه يعني عندك مثلا هذا البنك المركزي بعد ان شاء الله اذا يعيدون ترميمه وهذا يساهم كثير امور يعني بالدولار بالحركه الموصل بعد تصير اقوى، تعرف البنك المركزي هو اساس المدينه، فان شاء الله نامل هم يعمرون بمجلس المحافظه والمحافظه الجديده، فان شاء الله الاعمار شويه على قولتك هم العافيه درجات، نامل انه ان شاء الله احسن واحسن ومو بس للموصل لكل المحافظات ان شاء الله. دائما الشارع الدواسي مشهور لدى ليس فقط ابناء الموصل، كل المحافظات، يعني فرد رساله اريد توجهه لبقيه المحافظات من يجون يعني يرجع مثل ما كان المحافظات مثلا بغداد وبصره يجون. الشارع الدواسه مشهور كثير لانه ايام قبل خصه بالعسكريه كان هو قريب على الغزلاني، فالغزلاني تجمع كل الاطياف يعني المحافظات اخوتنا مثل ما كنا احنا كان معسكر الرشيد يجمع كل المحافظات، فمعروف على هذا المستوى انه وبشعبيته يعني تعرف اللي ينزل كان ابو خليل قبل انه يجي يقعد يغير جا واللي يجي على الفندق، الزائر اللي يجي يحب السوق ما يحب المكان المنعزله، حتى يقول لك يعني انا مثلا فتره الليل فتره هذه انزل للسوق افتار اضيع وقت اقعد بشيخانه شوف اجواء الموصل شوف اهل الموصل اطباع يعني تلقي هم اطباع تقاليد امور، فهو بالدرجه الاولى مشهور وشارع حلب وعندك باب لقش يعني هم وش اسمه هناك المشويات ما مشويات ابو وعد وغيره وابو قصاي هذول معروفين يعني على مستوى في المناطق يعني ترجع بعدين عندك جامعه ما جامعه هذه شويه اقل بس الرغبه هنا لانه كان مركز المدينه المحافظه التقاعد باب الطوب كلها مجتمعه هنا وهسه ان شاء الله ترجع شويه شويه يعني باب الطوب هم رجعوه الساحه ماله هالامور ان شاء الله نامل الخير نامل ان شاء الله. والله ما شاء الله الحمد لله وشكر لله جوا طيبة جوا ناس ما أخذ راحتها أمان ما شاء الله الحمد لله وشكر لله جوا الموصل جيد جدا حال جيد جدا ما شاء الله ما عليه الناس هذه اللي أيام عيد ما شاء الله بس ما أخذ راحتها وتمشي بطولها ماكو أي مضايقات ماكو طرق مفتوحة الحمد لله وشكر لله. شنو اللي دفعك تجي هنا بالتحديد؟ والله تطلع شوي تفضى واحد تفضى راحة نفسية شوي تحم تشوف شوف الناس وهاي مناطق حلوة شارع حلب لو مثل ما يقول ميزة خاصة عند الموصل دواسة لها ميزة خاصة عند الموصل كشباب وشياب يعني ما حد التحديد الحمد لله. شنو هاي الميزة اللي دائما يعني؟ والله هي رغبة يعني انت ايش نفسيتك ترتاح تجي تشوف الناس الطيبة هاي تقعد تاخذ راحتك والقعدة قديم كان شارع حلب يعني ايام الجمعه من يفتح ايام الجمعه شارع حلب تجي عليه ما يقدر تمشي به ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله انها مثل امان هذه الناس كان مكبوته هسه الناس انفتحت ما شاء الله وتمشي وتقعد وسيارتك امان ما شاء الله الامان يعني فوق كل شيء ما شاء الله نعم حاليا يعني الامان متوفر الحمد لله هناك يعني ايضا الاعمار موجود والشارع شارع حلب هاي الشارع المشهور لدى اهل الموصل وكل العراقيين بماذا تمتاز شارع حلب يعني خلينا ناخذ فرد والله شارع حلب له ميزه خاصه عند اهل الموصل بالنسبه للموصل كمحلات بيع كالبسه كشغلات بشغلات خاصه شارع القهاوي ما شارع حلب يعني معروف قديم ان اهل الموصل شارع حلب وهو من اقدم يعني اقدر اقول لك شارع الموصل يعني كنظام هسه ما شاء الله يعني تطور صار بعد يعني البناء الجديد وتطور ما شاء الله وحركه العمار به حلوه ما شاء الله حيل حلوه. عندما نذكر شارع حلب نذكر قلب الموصل النظر اي نعم قلب الموصل شارع حلب اي نعم قلب الموصل يعني مناطق يرتادون نعم 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 شارع حلب يعني كان به حمامات قبل موجود اعتقد لحد الان تجي الناس قبلها الخارج يجي وين بشارع حلب غسله كوي بشارع حلب اللي عايز دشداشه ملابس شارع حلب
الناس كلها كانت تجي يعني من خارج الموصل دعك من الموصل، بينما سهل الموصل ما شاء الله هالقهاوي يعني انت تشوف عندك هذه ما شاء الله عليه شال حمد طيبه هالقلب ان شاء الله، اجواء طيبه ما شاء الله، نسال الله يتمم علينا هالنعمه هاي وينعم علينا بنعمه الامان فوق كل شيء، نعمه الامان فوق كل شيء الحمد لله. ذكرت بان شارع حلب يعني ما عدا الملابس والاسواق المحلات المعروفه يعني من القهاوي وكذلك ايضا مشهور مثلا بالكباب الموصلي والمشويات. المشويات الموصلية ما يحتاج بشارع حلب، دواسه، باب الطوب، عندك كورنيش من غادي، هاي كلها موجود بها. يعني تلقى مطاعم شعبيه. جعل مطعم شعبي بس هو له لذة خاصة يعني أكله لذة خاصة يعني يفتر كل أي نعم أي نعم لذة خاصة الجميع عند أهل الموصل بالنسبة للموصل شغلة المطاعم الشعبية يعني لها لذة خاصة باب جديد ما شاء الله عليه يطلع عليه لذة خاصة نعم. والله 11 12 11 12 ونمشي على هالنوع بس نظل بعد الناس ورانا بعد خلي ساعة يعني ويا السحور مضبوط مضبوط بس أنا هذا وقت يعني عندك وقت تعال البيو وتنتهي تقليل تشمي نعم مشاهدين الكرام طبعاً كما استمعتم بأن أجواء الموصل وخاصة وإحنا نحن حالياً في شارع الحلب شارع تراثي قديم في قلب الموصل في جانب الأيمن من المدينة نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل تغطيتنا متواصلة حول أجواء شهر رمضان الأجواء الليلية هنا في مدينة الموصل نعم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم حكينا شوية عن الأجواء الرمضانية وخاصة الأجواء الليلية هنا في الموصل أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم باسمي وباسم أخوتي بالموصل سلم على قناتكم الموقرة وعلى أخوان المصورين أخي الموصل أم الخير وتبقى أم الخير والأجواء في الموصل عادت إلى ما كان في الأسبق في السبعينات وما قبل والناس ترجعت على شارع حلب ونزلت على مثل ما يقول ماخذة حرية كاملة والأمان كامل إن شاء الله يا ربي يدوم الأمان على العراق كله على العراقيين ماكو فرق إحنا كلتنا من الشمال للجنوب أخوة إحنا مسلمين وإحنا الأخوان وإن شاء الله أتمنى لهالبلد هذا الدوم الخير هذا شارع حلب كان موجود هنا محل ابو البان رعد هذا بالسبعينات كان يبيع شنينه مشهور وكان اكو تسجيلات الربيع مال ابو عمار الله يذكره بالخير هسه حاليا بالدواسه كانت يعني ايام شارع حلب ايام الخير بالسبعينات وفوق وان شاء الله هم ترجع ان شاء الله على الاحسن وعلى الافضل وانا اتمنى كل الخير للشعب الموصلي خاصه وعامه العراق كامل من جنوبه الى شماله واتمنى خير لكم والقوات الامنيه والجيش لان هم اللي حققوا الهدف لنا واتمنى كل خير للمسلمين وانا يعني مرتاح نفسيا لانه بحضوركم وحضور اخواننا كلنا موجودين والاخ محمد عطار صديقي العزيز والحمد لله يعني ما مرتاحين بس مرتاحين فول صحيح هي المعيشه غاليه وصعبه وظروف صعبه والمواد غاليه وهذه وإنما رب العباد ما ينسى عبده إذا البشر ينسى رب العباد ما ينسى عبده فالحمد لله وشكر على كل حال نشكركم ونشكر قناتكم الموقرة وندعي لكم بالخير شنو اللي دفعك أنت مثلا حاليا تخرج وخاصة لهالمناطق هذا يعيدنا إلى ذكريات الماضي إلى أيام الطفولة أيام الخير أيام الناس اللي مثل ما يقول على نياتهم والخوة الموجودة والمحبة الموجودة قبل كان برمضان يصير وقت الفطور تشعل صواني تطلع من بيت على بيت هو ما بحاجة الأكل بس هي شغلة يعني تقاليد موصلية اعتبار على بيت واحد يعني شوف هذا مثل اليوم كنت طبخ الطبخة جيرانه كنت طبخ الطبخة هو يبعث وذاك يبعث وانت تبعث لغيرك والاخ يبعث غيرك ما اتصور يضل واحد بدون فطور كان الخير مثل ما يقول الخير بهله
وان شاء الله يعود الخير باهله. هي اهم شيء نحن نكون نتماسك مع بعضنا وننسى هذا الكره والتفرقه. ماكو هذا كردي، هذا عربي، هذا مسيحي، هذا شيعي، هذا سني، احنا كلتنا اولاد ادم وحواء اخي، كلتنا اخوان، كلتنا مسلمين، كلتنا اتجاهنا وقبلتنا على رب العالمين ان شاء الله. واتمنى خير كل الشعب العراقي وماكو كل تفريق ان شاء الله. يعني هاي الاجواء الجميله حاليا ربما كانت يعني مفقوده بالموصل قبل داعش، وح يعني لي قبل سنتين ايضا كانت مفقوده. نعم نعم، هي سبب تاخير الامان والمفقود هذا الوضع. الله الله اقول حسبي الله ونعم الوكيل على داعش واللي طلع ورا داعش. والحمد لله سلامة الطيبين وسلامة القوات الأمنية، تحررت الموصل وباقي المحافظات ورجع الأمان، ورجع الأمان فول، وإن شاء الله يا ربي دوم فول، وإن شاء الله ولا كل خائن وكل مرتد وكل من يأذي هذا البلد، هذا بلد الموصل، مدينة الموصل مدينة الأنبياء، والله يحاميه والأنبياء يحاموها. فإحنا ليش نظل نفكر بالماضي؟ ما خلي يولي، ما سنقول حسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخذ حقنا من عندهم. ما تقدر عليه تحيل الله عليه. والحمد لله لا صار رجع الامان والخير، والناس رجعت مثل ما كانت قبل، والمحبه والخوان. هسه انا التقي اقول لك استريح، والداخل اشوف يقول لي استريح. ليش؟ ما انا ما اعرف يعرفني، لا بس هي المحبه. احنا بينا طبع العراقيين، ما عندنا حقد، ما عندنا كراهيه، عندنا حنيه. حنيتنا انه هسه انا اذا ابسط شيء اذا اشوف فقير على يدي هذا انا من يوم قلبي يوجعني. ليش؟ اقول يعني ما اتمنى هذا الشيء، اتمنى كلتنا ان شاء الله ما نقول اغنياء، بل نعيش حياه كامله، ومن حقنا نعيش حياه كامله، لا تعب ولا قتل ولا ذبح ولا ارهاب ولا كل شيء، ان شاء الله هذا كل ما يعود، ان شاء الله ما يعود بسلامه الخيرين، وسلامي من ممركم الى محافظينا والى القوات الامنيه كافه، والى الجيش العراقي البطل، والى كل من سعى بخير هذا البلد. نعم سلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. احنا نبارككم بهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، وان شاء الله يعيده الله سبحانه وتعالى علينا وعلى أمة محمد اجمعين ان شاء الله. والله بهاي الاجواء الرمضانيه نزلنا شويه نتبضع ملابس، ما ملابس شويه لنا ولجهالنا، فمرينا شويه من فطرينا شويه تعبنا ورا الفطور، يعني فطرنا تعرف الفطور معنا يعني شيء قليل خفيف. نعم خفيف، تمرايا مع قلاص لبن الحمد لله، وبعدين شويه شويه واحد ورا ساعه هيجي يجوع يجي، فافترينا بالسوق نتبضع، جعنا مرينا هنا على فلافل بدر، كنا على كل واحد لفة والحمد لله والشكر. المحطة الرئيسية لازم الواحد يجي هنا ويقعد. نعم نعم اي والله، يعني هاي هاي المنطقة دائما يلتمون بها يعني الأحباب الأصدقاء. نعم شارع الدواسة. ايه شارع الدواسة، نعم نعم. ف يعني احنا اللي نرجوه من الدولة بلكي ان شاء الله يساعدون الشعب هذا الفقير. قالوا على اساس 100,000 ينطون على القسيمه، ماكو، كل شيء ماكو. ايه فهذه حاله طارئه، يعني حاله انسانيه، 100,000 ترى ما تاثر على الدوله. اكو ناس مسحوقين واقعين، والله ما يقدرون يشترون ملابس لهم. يعني انا اعرف ناس لابسين الملابس مال العيد مال عملول، يعني مال قبل، مال ذاك العيد الراح مال قبل سنه، ما يقدرون يشترون، يا دوب استحاجتوا. اللي متقاعد مثلا راتبه 500,000 ترى ما تكفي. والله العظيم مال عائله صغيره، يعني يوم 15 بالشهر يخلص هذا الراتب يخلص. فاحنا اللي نترجاه يعني من الدوله بركه الله يعني يعاونون يساعدون الشعب هذا الطبقه الفقيره. نعم، من يعني تنزل دائما تجي على الفلافل بدر وبدايه شارع الدواسه،
هاي المناطق الجميلة يعني بتشعر به يعني نوع من يعني بتاخذك يعني شعور نعم جميل نعم جدا. نعم أشعر بأيام الشباب قبل كنا نجي يعني قبل 15-20 سنة قبل كنا نجي يعني نفطر نقعد يعني بهاي المناطق نفطر بالدواسة شارع حلب وقت الشباب يا والله انسى شوي شيبنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله دائما المشهور شارع الدواسة بالأكلات الشعبية وكذلك بالمقاهي الشعبية أيضا نعم نعم المطاعم مثل أكو مطعم كويسنجاق يعني هذا كان مشهور هذا بس بالقصف ما الدواعش خربوه مطعم كويسنجاق هذا من زمان يعني قبل من زمان صار له سنين يعني من جوا الدواعش خربوه اي والله هسه اكو مطاعم يعني مطعم مثلا المشوار مطعم فلافل البدر مطعم الافندي هذا لحم بعجين ما اعرف ايش الحمد لله يعني اكلات شعبيه رجعت الحياه ورجعت الاكلات الشعبيه الحمد لله والشكر يعني رجعت احسن من قبل ولو الدواعش خربوا وما خلوا شيء بس الحمد لله شوي شوي يعني ترجع عزيمه ابناء الموصل وابناء رجعت نعم نعم اي والله رحم الله والديك وبهمتكم انتم والدوله والحمد لله والشكر والشباب يعني ما قصروا وشوي شوي ان شاء الله ترجع وان شاء الله احسن من قبل تتحدث لنا عن هذه الأجواء الجميلة في شارع حلب وماذا يمثل لكم شارع حلب؟ والله شارع حلب من الشوارع القديمة والمهمة نعم. والأجواء رمضانية بس بشارع حلب أيام زمان نعم. هسه بعد الفطار كل العالم تتواجه بشارع حلب كلهم خلصة شغلة وجاية ورا الفطور تقعد تتسلى لي السحور ترجع على بيوتها شنو يعني تميز؟ موقع رفاهية بيها شوية هواء نقي أحسن من باقي شوارع من الدواسة الزحام ما خنقه هنا شوية مفتوح ومن تجي بوحدك لو لا ويا جماعتنا ما شاء الله هنا ما نجي وحدنا شاي على أكل على جقارة على دومينا على طاولي يلعبون يقضي ورا الفطور لي السحور يعني من ضغط العمل ومن ضغط البيت ايه ضغط العمل النهار كله تعنا بالشغل بس بيدنا مجال ورا الفطور نيجي نقعد ساعتين زمان نطلع على الشغل على بيوتنا هاي فيما يتعلق يعني بالاجواء الترفيهية ايضا هناك مثلا بعض العوائل تاتي مثلا للتبضع هنا هاي من عدا شارع حلب مشهور بالدشاديش ايام الخير دشاديش ملابس احذيه موجود لحد الان ولا زال يعني شارع حلب كله يتبضع هسه العالم على التسوق ليالي عيد لين تستمر لساعات المتأخرة إلى السحور هي ساعة 2-3 يظلون العالم وكذلك لي ثاني يوم يبدأ مو وراء صلاة العصر إلى السحور إلى السحور كل يعني شارع حلب نلاحظ مثلا كبار بالعمر والشباب كلهم يعني كلهم من هذاك الجانب 75% من الجانب الأيسر يعبرون على الأيمن الأيمن بيه روحانية طيبة القعدة ماله تسوى أبو الأيمن روحانيته طيبة هلا كل اللي بتيجي من الأيسر على الأيمن هنا منطقة شوية شعبية روحانيته طيبة هناك شوية يعني مخنوقة ما مثل هنا من تجي يعني هسه حتى أنا من جيت يعني أشعر بشعور مثلا كأنه مثلا مكان حلو وترتاح بنفسيا إيه ترتاح حيل ترتاح راحة يعني ترتاح حيل ترتاح من غير المحافظات يجون لو كثير ايه اكو من غير محافظات الكراد عندنا كثير ما شاء الله من دهوك من اربيل من زاخو يجون من دهوك يجون يتعللون هنا ويطلعون يرجعون عندي جماعه من دهوك يوميا يجون يتعللون الساعه 12 بالليل يرجعون لدهوك هاي تقريبا سنتين ثلاثه ما كان موجود يعني ماكو لا هاي السنه هاي السنتين شويه صار بيها حركه من رجع الطريق وانفتح والجسور تعمرت تعب العافيه درجات على ما رجع الايمن والحمد لله حاليا يعني الحمد لله عاده الحياه مثلا وعاده الجانب 90% عاده الحياه بس عندنا باب الطوب شويه بخرابه الدوله هاملته لان كل بنايات مال بلديه مال اوقاف ما حد ما جاي يمه هو لو يجي عليه البلديه والاوقاف يعمر ترجع الحياه اهم هي مركز المدينه باب الطوب هسه تروح على باب الطوب بلد مهجور
لا باصات لا كيات، كله تحول على يسار سوق النبي. نريد الحكومة من الحكومة تنظر على هذا الجراج باب الطوب، ترجع باب الطوب، ترجع البنايات مال البلدية مال أوقاف، كثير عوائل عايشة على هاي المكان. نعم طبعا معنا أيضا أبو سعد يتحدث لنا عن هذه الأجواء الجميلة على الثياب. نعم شلون تشوف الأجواء هنا؟ والله الحمد لله زينة، هي موسم رمضان ترى. نعم بعد رمضان ما تلقى حد، هاي موسم رمضان والعالم تتبضع وزائدة ناقصة ويجتمعون الصدقاء والأصدقاء، جماعة يجوا من الشمال يجون هنا على الفطور يفطرون يتعللون يدفعوا يرجعون على مناطقهم. ايه كلهم يجون على الموصل. عندك ذكريات جميلة هنا بشارع الحلب؟ لا لا ما عندي. لا والله ذكريات جميلة بشارع حلب؟ لا والله ما عندي. أقول لك إيه ما عندي. لا والله أي والله. شلون عم تشوف الأجواء حاليا؟ والله نعمة من الله، فضل من الله، اللهم يقول الأمان على الموصل وعلى العراق كله إن شاء الله. أي والله تبقينا لي السحور لو لا أسعى شوية أروح ما بي حيل لازم يعني إجازتك لي ساعة عشرة و عندي وقت وما بعد يقضي كرت الأحمر. اي ساعة ما نرجع والله. يعني دائما عندما نروح مثلا للمكان اذا نشوف مثلا كبار بالعمر تشوف فيه اجواء يعني جميله وروحيه ينطيك يعني مثلا من تقعد تشعر بانه عندك احساس يعني تمام. يعني قبل فطرنا الاخ خابرني ما تمام. نعم. اي الاخ هنا مخابرني يلا شو ماكو ما بس عجيبه السالفه وضحكه نشرب الشاي ونطلع على البيت. اي والله شنو مميز يعني شارع حلب وشارع الدواسة؟ والله شارع حلب المقاهي والدواسة تبضع الملابس مع ملابس. نعم. ايه المعارض اللي هنا هذا مقاهي كلها موجودة. ايه نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، بعد جولة في أسواق الموصل بالتحديد في أيمن المدينة في شارع الدواسة وشارع حلب وباب جديد، وسلطنا الضوء على عودة الحياة إلى أيمن الموصل قلب الموصل النابض بعد أن حاولت العصابات الإرهابية تمص الحياة هنا، ولكن عادت بفضل القوات الأمنية والحشد الشعبي المقدس أفضل من ذي قبل. وها قد وصلنا وإياكم إلى نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، عسى أن نال رضاكم، نستودعكم وإلى اللقاء.